لحظة بديو مش مهم. شوف هذا صندوق، هذا واحد يسمى بدر بن محمد بن ناصر الصوافي، خارج من بيته وجد في المقدس في المقدسه، وجد هذا الصندوق وفتحه بدا فيه خنجر لا يعرفها لمن ولا يعرف الذي جاء بها من، وبقيت مع مده. وهذا في من الحادثه واقع في يوم عيد الاضحى سنة 43 و400 و1000 في يوم عيد الاضحى، مش هذا الحجة، يوم عيد الاضحى خاصة يوم عيد سنة 43 وكم؟ 400 و1000، ولم يأتي أحد يسأل عنها الآن. هيا والخنجر داخل، وعلى الخنجر أيضا فيها علامات على، إذا كان حد يشوفه يشوف صوت الصندوق هذا ونشوف عليك الحال يعني من 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 فقد من هذه الخنجر يأتي ليعرفها ولعلها تكون له. سمعتم؟ انتبهوا. إيش قلت لكم؟ هذا الصندوق إيش فيه؟ خنجر. أين وجد؟ وجد بيت محمد بدر بن محمد بن ناصر بن سليمان صوافي سناو. متى؟ يوم عيد الأضحى وقت صلاة العصر، خارج صلاة العصر وجد هذا في المجلس متروك، ولم يأتي أحد يسأل عنه إلى الآن. عرفتم؟ فتحوه ما وجدوا فيه خنجر، خنجر زينة طيبة لكن فيها علامات، من فقدها عذاب يأتي ويصف الخنجر كيف صفتها وإن شاء الله ستدفع له. سمعتم؟ إن شاء الله. سمعتم ولا ما سمعتم؟ إن شاء الله. نخرج صورة نخرج كلام.